الآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل عواد. مساء الخير وائل، تفضل. السلام عليكم. لا أعرف أي الأمرين كان مؤلما أكثر لحكومة إسرائيل اليوم، هذه الحكومة التي تفرع في الليل والنهار على كل من هب ودب. هل هي طائرة يافا التي جاءت من اليمن ولأكثر من 12 ساعة قطعت حوالي أو أكثر من 1500 كيلومتر وانفجرت في تل أبيب دون أن ينتبهوا لها؟ فقط المستجمين انتبهوا لها قبل أن تنفجر بثانيتين؟ أم قرار المحكمة الدولية في هاغ أن على إسرائيل أن تنهي احتلالها للضفة بأسرع وقت ممكن، والمستوطنات أمر غير شرعي ويجب تفكيكه؟ سنأتي على ذلك، ولكن قبل ذلك نبدأ مرة أخرى لمقال مع جيدعون ليفي في هآرتس. جيدعون ليفي اليوم يقول الإسرائيليين بما معناه اصحوا. اصحوا، في العالم ما تسمى كلمة مذبحة، عندما نقول مذبحة يخطر ببالهم غزة وليس 7 أكتوبر، لأن كلمة مذبحة عند الإسرائيليين هي مرادفة لكلمة 7 أكتوبر. يقول لهم ولكن في باقي الكرة الأرضية لا، الوضع مختلف. يقول حديث عن مذبحة، مذبحة 7 أكتوبر كمذبحة وحيدة في المنطقة دون ذكر غزة، هذا دليل إضافي لانقطاع الإسرائيليين عن الواقع ودلالة على أنهم يفكرون أن الدم اليهودي فقط هو المهم، فقط الدم اليهودي مهم. وهذا حسب رأي الكاتب نتاج غسل أدمغة وتبييض الجرائم وإقصاء مذبحة الآخر الأكبر منها في غزة ونفي مصيبة الآخر، في حين رجال الدعاية الإسرائيلية وأغلب السكان يرون أن استخدام كلمة مذبحة بحق غزة هو مظهر من مظاهر اللاسامية، فاليهود لا ينفذون مذابح أبدا، لا، هم الضحية دائما. ينتقد جيدعون ليفي ويقول، يقول لهم في 7 أكتوبر حدثت مذبحة، هذا صحيح، مذبحة فظيعة يقول لهم بالطبع ويجب عدم نفي ذلك، ولكن إسرائيل منذ حينها أوقفت الساعة، منذ ذلك الحين لا تستطيع ملاحظة ما يحدث، منذ ذلك الوقت حدثت مذبحة أضعاف أضعاف بل أكثر مما حدث في 7 أكتوبر دون تقليل وحشية ما كان في 7 أكتوبر، يقول جيدعون ليفي. كل يوم مجازر بالعشرات إن لم يكن بالمئات في غزة، معظمهم نساء وأطفال، والحد الأدنى الأخلاقي، الحد الأدنى هو الاعتراف بوجود مذبحة هناك. عدم الاعتراف بوجودها هو كذب حقير. يصعب التحدث أمام العالم الآن عن 7 أكتوبر وعن القتلى وحتى عن المخطوفين، وذلك بعد 40,000 قتيل في غزة. يصعب أن يتعاطف العالم مع إسرائيل، 8,000 من 40,000، 8,000 طفل، والآن الفلسطينيين الذين اختطفتهم إسرائيل بالآلاف أيضا، بالتالي يصعب إثارة التعاطف مع إسرائيل، هذا التعاطف الذي رافق إسرائيل في الأيام الأولى للحرب. يقول لهم فقط انظروا للخارج، من وراء غلاف الدعاية الإسرائيلية الموهومة، إسرائيل وصلت إلى أيام بلغت فيها الحضيض والعار التاريخي. غزة مدمرة، سكانها معزولون، وإسرائيل مستمرة بذبحهم دون رحمة. أنتقل للفيديو الأول. المسيرة اليمنية التي وصلت تل أبيب أمس عقدت اليوم الإعلام والمواطنين والجيش الإسرائيلي. حسب الفيديوهات التي صورها أناس كانوا يستجمون عند البحر، أتت الطائرة من البحر، لم تفعل لا صفارات إنذار ولم تفعل قبعة حديدية ولا يحزنون ولا شيء، أتت دون أن يعترضها أحد. بعض الناس رأوها وصوروها بهواتفهم الخلوية. تخيلوا تدخل من البحر إلى اليابسة، الرادارات لم ترها، لم ترصدها، الهواتف الخلوية رصدتها. أول الأمر قالوا أنها ممكن كانت تستهدف ممكن السفارة الأمريكية في تل أبيب. أنا لا أعرف الشارع كله، هذا لمن يعرف المنطقة جيدا وأنا أعرفها جيدا، هذا الشارع كله شارع سفارات. ملاحظة، قد يقول قائل السفارة الأمريكية نقلت للقدس، ماذا تقولون لنا الآن أرادوا استهدافها في تل أبيب؟ اسمع، ما نقل للقدس حينها هو في عهد ترامب هي الإدارة، إدارة السفارة والمستوى السياسي فيها، أما كل الخدمات بين قوسين الخدمات للمواطنين العادية بقيت في المبنى المركزي الكبير الفخم المحصن في تل أبيب.
تقع على بعد ليس بكثير من حيث سقطت الطائرة الانتحارية فجر أمس. أحد المنقذين المسعفين وهو أول من تواجد حيث انفجرت الطائرة يقول إنها كبيرة الحجم، وقال بأنه البيت هناك حيث انفجرت يقول أنا رأيت الكثير من الدمار خلال عملي، ولكن في منطقة تل أبيب بالذات أول مرة نرى دمار بهذا الحجم. في مقدمة قناة 12 اليوم قالوا هذا فقط المقدمة، فقط البرومو، هاي الدعايات لما سيحدث حقا في إسرائيل إذا وقعت الحرب مع حزب الله. الناطق باسم جيش الاحتلال لما دخل الهدهد تذكرون قبل حوالي شهرين طيارة حزب الله اللي أجت صورت وطلعت صغيرة تلك تذكرونها، قال الناطق باسم الجيش حينها رأينا الهدهد ولكن تركناه لأننا فكرنا بأنه لا يشكل خطر ولا نريد أن نعترضه، خطره محدود. طبعا لا يستطيع أن يقول ذلك الآن في يافا، طائرة يافا. كيف مثلا سيقول هذا الكلام؟ ما يقول كالتالي: وقع خطأ ونحن نفحص السبب، ويقولون خطأ إنساني. جالانت وقف وقال لن يبقى هذا الموضوع دون رد، ولم يستثني إمكانية الرد على الأراضي اليمنية حسب قوله، وقال نحن نقوي الحماية الجوية الآن. أنا أول مرة بعرف أنه بعد كل ما كان الآن يقوي جالانت الحماية الجوية. في تصريحات مرات بتحسها عن بعض السياسيين بايخة بلا طعمة، يعني بتحسه بس بده يقول تصريح يبدو مهم في هذه اللحظة الحرجة. قال لسه بحضر أو بطور. قال الجيش أيضا لربما الطائرة دخلت بسبب تضليل نفذها الحوثيين، ويقولون ربما التضليل كان كالتالي: إطلاق طائرة أخرى بالتزامن من جهة الشرق يعني من العراق، وتلك عراهن أسقطوها خارج الحدود الإسرائيلية. حسب المحلل العسكري في موقع واينت رون بن يشاي أن الجندي المراقب رصد الطائرة، وفي واحد جندي شافها لم يرها كل الوقت، رصدها اختفت ثم رأى أنها تذهب لمكان بعيد ليس إلى إسرائيل فلم يرى خطرا، والرادارات لم ترصدها لأنها مشت ببطء وبارتفاع منخفض، حتى طبعا سمع انفجارها في نص تل أبيب. من جانب اعتبر المحلل العسكري في صحيفة آرتس عام إسرائيل أن استهداف المسيرة لتل أبيب يعكس مرحلة جديدة في الحرب تتحول شيئا فشيئا إلى حرب إقليمية. وعلى سيرة توسع الحرب، اليوم حزب الله قصف من جديد 70 كاتيوشا إلى 3 بلدات لم تكن سابقا ضمن أهداف حزب الله. بالتالي كمان اليوم حزب الله وسع، أدخل 3 بلدات إسرائيلية جديدة ضمن حدود التي يطلق عليها قذائفه. طبعا مرحلة جديدة. ودخول المسيرة طبعا طرحت سؤال مهم، سؤال لكل بهدد لبنان: أنتم متأكدين أنكم جاهزين لحرب مع لبنان؟ سؤال مهم. الفيديو الثاني: دعت محكمة العدل الدولية اليوم إسرائيل إلى إنهاء الاحتلال، سمعتم، بأقرب وقت، ورأت أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة. نتنياهو طبعا خرج ضد هذا التصريح وقال ما يلي، طلع بيان سريع على تويتر قال: شعب إسرائيل ليس محتلا في أرضه عرايو ولا في قدسه، القدس عاصمته الأبدية قال، ولا في أرض آبائنا وأجدادنا، يقصد هو عرايو يهودا والسامر، يقصد الضفة الغربية. يعني هذا بس لكل يفكر أنه في فرق بين نتنياهو وسموتريتش في التصريحات أو في العقيدة أو في الأيديولوجيا. لو ما حكيت لكم اسم نتنياهو وجبت لكم هذا التصريح مش راح تعرفوا ولا نتنياهو ولا بن غفير ولا سموتريتش ولا مين. نتنياهو كمل وقال: ولا أي كذبة من محكمة هاج يمكن أن تغير الحقيقة، ولن يكون هنالك أي استئناف على قانونية حقنا في مولدنا ولا في أي محكمة في العالم. شايف الموضوع قانوني مش شايف احتلال. وقال ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان اليوم في مقابلة معه كانت في قناة I-24 باللغة العبرية، قال: الضم هو حقنا الأخلاقي. شايفين؟ بكلش الضم هو توسع بالقوة على حساب الفلسطينيين لأن أقوى، لا أو نتاج قوة عسكرية، لا، بقول حق أخلاقي، الله وكيل، حق أخلاقي. وقال، وشوف السادية بالتعامل بالمقولة، يقول: ضم الأراضي الفلسطينية هذا مش بس حق أخلاقي، هو رد على الفلسطينيين، يجب أن يعرفوا إذا عملوا ضدنا نحن نضم أراضيهم. يعني بصرح بالحرف الواحد
انه اذا عملوا ضدهم الفلسطينيين، بغض النظر شو يعني ضدهم، عمليه، كتابه مقال، احمونا، مناشده للعالم، بيان، مش مهم ايش، لم يفصل، قال اي عمل يعني بده الفلسطينيين يتكتفوا، بقول اي عمل كان حتى لو كان سلمي او غير سلمي او قانوني او كذا او عم، بدون ما يفصل شو العمل، قال سنضم اراضيهم الينا. يعني كمل مواجهه بوز بوز مع محاكم الارض، محاكم الارض الدوليه هي. الفيديو الثالث. والان الى السؤال اليومي، السؤال اليومي اليومي، شو مع الاسرى؟ لما بتطلع هاي العناوين، طائره مسيره من اليمن خبطت تل ابيب، قرار المحكمه في الدولي وهكذا، اهالي الاسرى بخافوا. ليه بخافوا؟ بانه اجنه الاعلام تتغير ومواضيع ابنائهم تصير اقل اهميه. الان كان في ضغط على نتنياهو في هاي الايام، عل وعسى عل وعسى يجبروه انه يساوي صفقه او على الاقل يتقدم عن جد فيها قبل ما يروح على واشنطن. هو الاسبوع الجاي نتنياهو رايح على واشنطن. طبعا واضح لن يكون هنالك تقدم ولن تكون صفقه حتى خروج نتنياهو لواشنطن لسببين. اولا موقع واينت قالوا ان كل الحديث اللي كان بالاسبوعين الماضيات نتنياهو وافق ان يتجهز الوفد الاسرائيلي المفاوض للذهاب الى قطر وعم بحضروا الشنتات وطالعينها اليومين وكل هذا الكلام، نتنياهو قال اوقفوا كل ذلك، جمد كل ذلك وقال الان يتوقف ذلك حتى اذهب الى واشنطن واعود الى واشنطن، وطالما انا في واشنطن لا يوجد اي مفاوضات على الصفقه وانا برا ولا حد بيحكي الموضوع. كتبوا في واينت انه الامريكان شعروا قال بالاحباط لانه الوفد الاسرائيلي لم يذهب لقطر. هيك بتحسوا نص البيان او نص الخبر بانه ولي امر بتصل او استاذ بتصل في ولي امر بقول له ابنك اليوم ما جاش على المدرسه واحنا محبطين. في موقع معاريف اليوم قالوا خبر ثاني في نفس السياق انه قبل يوم او يومين كان في اجتماع التقى فيه نتنياهو ورئيس الاركان هرتسي هليفي واخرين. هرتسي هليفي بلش يضغط، بلش يضغط بقول نتنياهو تريد صفقه عسكريه، انا العسكر، انا الاول في الجيش واقول لك الضغط العسكري تم، ممتاز الان صفقه. وبدا يضغط في الموضوع نتنياهو، لما شاف الموضوع يضغطه بتعرف شو عمل؟ قال له وقف الاجتماع وقال لي انا تعبان، انا تعبان مش قادر اكمل الاجتماع، بدي اروح انام. وتوقف الاجتماع هكذا خلص. نتنياهو كان تعبان وقف الاجتماع. الفيديو الرابع. لا اعرف ان كنتم تذكرون في اول الحرب انتشرت صوره لمحتجزه اسرائيليه ان كنتم تذكرون كبيره في السن. احد المخابز في حواره حينها استخدم صورتها لسبب ما لا اعرف، قرروا استخدام الصوره، صوره المحتجزه الاسرائيليه كبيره السن لدعايه بيتزا، بيساوي بيتزا بالمحل، ونشروها معها. حينها قام الجيش باحضار جرافه كبيره وكحف المخبز عن بكرة أبيه على كل اللي فيه، كحفه. اليوم عاد المخبز ليفتح أبوابه بعد 9 أشهر، كحفوه، رمموه، جابوا عدة جديدة، فتحوا المخبز. عرف المستوطنين بذلك، أتى حوالي 100 مستوطن على الأقل حسب واينت، أخذوا يعتدون على الناس بحماية ووجود الشرط، عفوا الجيش كان يرى ولا يحرك ساكنة، مش بس يرى، يرى يعني ويحمي ولا يحرك ساكن حسب شهادات الاهالي، وحاولوا يسرقوا ويحرقوا. هيك هاي الاعتداءات اليوم ايضا جاءت بعد القرار الدولي بانه المستوطنات كلها غير قانونيه غير شرعيه ويجب تفكيكها. في نفس اليوم في نفس الساعه اللي بيطلع فيها القرار المستوطنين هجموا من جديد على حوار. اذا موضوعين كبيرين اليوم، القرار الدولي وقد يكون اكبر منه، الطائره التي اتت من اليمن مرت فرة طويلة طويلة وضربت في تل أبيب ولم يروها. أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.